بحمد ربنا طبعا النتيجة، محتاجين الثلاثة بونت أكتر من الأداء. الجو طبعا زي ما أنت شايف يعني في تنشنة شوية، ولكن يعني بقول إن إحنا الظروف كانت ضدنا الفترة اللي فاتت. لو النتائج كانت مشيت معانا أفضل من كده يعني كانت الفرقة هتبقى في مكان أفضل من كده بكتير. يعني خلاص ما عندناش حظوظ يعني في إن إحنا نقعد في الممتاز بيه، وبالتالي إحنا متكلمين مع اللعيبة تعالى الماتشات اللي جاية كلها، حاول أنت صيط نفسك، العب كويس، العب لنفسك، اعمل جيم كويس، اهم حاجه ان يبقى شكلك في الملعب كويس. لكن انت عارف الفرقه طالما دخلت في مرحله الهبوط النفسيات كلها بتبقى طبيعي، مريح اللعيب نفسه، عارف ان هو خلاص ما فيش امل فيه في ان هو ينافس. فمع اول جون مثلا بيدخل واضح حتى ما كانش فيه تركيز في اول كوره في المباراه، يمكن من الدقيقه 2 جه فينا الجون الاولاني برضه عدم تركيز. عندنا حسابات البقاء، ماتش النهارده بالنسبه لنا احنا بنسميه ماتش الحياه وعوده النبض لينا مره تاني. يمكن دارسين الفرقه بشكل كويس في الالومنيوم، فرقه متميزه في الشق الهجوم والشق الوسط، لكن عندهم خلل في الشق الدفاعي. دايما احنا الاسبوع التدريبي كله اشتغلنا على العمق، ان احنا بنلعب على السرو باص والكره الطوليه من بين السرد باكين. الحمد لله طبعا ماتش صعب، فريق الالومنيوم بينافس على الصعود. طبعا توجيهات الدكتور هيثم اللي احنا نلعب على المرتده، الحمد لله يعني رحت الكورتين ربنا وفقنا فيهم، الحمد لله توفيق من ربنا. اللعيبه النهارده ادوا دور بطولي، قدمنا ثلاث اسابيع ما قديش بالشكل ده، وانا قلت لهم دي مباراه فاصله والامل فيه بصيص من الامل، نلعب على هذا البصيص من الامل. احنا ضيعنا كل الامال اللي جات لنا في ال 13 فرصه اللي فاتت، كنت انا زمان الاول بلعب النهارده بالناشئين، لما ربنا ما اردش قلت لهم دي اخر فرصه، وممكن الاسمنت يكسب الالمونيا، ممكن الاسمنت يكسب الدخان لانه هيهبط، فنلعب على هذا الامل. ففعلا تحقق ربع الامل، فممكن الماتش الجاي ممكن يعني ربنا يكرمنا ونصعد. بنلعب فريق محترم وفريق كبير ومعاه مدرب محترم بامانه، يعني في فرقه محترمه، واحنا للاسف هو واحد بس اللي هيصعد، يعني شرقيه دخان او المنيا او الالومنيوم، لو بايدينا نصعد الثلاثه. فيعني الحمد لله ان هي جايه في صالحنا شرقيه دخان، لان احنا اتعرضنا للمواقف دي كتير وما وفقناش، فالحمد لله يا رب يكملها لنا بالنجاح ان شاء الله الفتره اللي جايه، ويكون الصعود من نصيب شرقيه دخان. تعادل النهارده بيعتبر فعلا بالنسبه لي نتيجه ايجابيه. فريق سموسطه فريق محترم، ولكن هو النتيجه الاخيره اللي حصلت بتاعت نادي جنا وهزيمته 5-0 ادت للناس احساس ان الفريق ضعيف. لا، فريق سموسطه فريق قوي، دليل ان اخر ماتش في كسبان الالومنيوم اللي بينافس، والنهارده هو محتاج الماتش اكتر من انا اكتر، يعني هو 28 بوم، فالنهارده هو محتاج المباراه. الحمد لله رب العالمين، الشوط الاولاني ضاع مني الفوز، الشوط الثاني حافظت على التعادل الحمد لله في الاول في الاخر على البوم. والله احنا من اول بدايه الماتش يعني قدرنا نستحوذ اول ربع ساعه، ضيعنا اكتر من فرصه الشوط الاول، فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على البنط. يعني سعيد ايه، احنا مسيطرين بس ما فيش ترجمه لاهداف. احنا لعبنا الشوط الاول يعني عالمي، شوط عالمي اللي بننقي الكوره وبنوصل للجون وبنخلق فرص ونعمل، لكن للاسف ما قدرناش نترجم الكلام ده لاهداف. وطبعا الفرقه بتلعب بارتياحيه النهارده، الحمد لله رب العالمين قعدنا في المسابقه، وطبعا ده مش الوضع الطبيعي بتاع سوهاج، الوضع الطبيعي بتاع سوهاج تنافس، بس احنا طبعا تعرضنا لسوء توفيق والحمد لله رب العالمين على كل حال. انا النهارده بجرب مع ناس كتير من قطاع الناشئين، كان معانا حوالي بتاع 8 او 9 لعيبه، منهم 4 في الملعب ناشئين من مواليد 2002 و2003 و2004، ويمكن الولاد اجادوا بحاجه جميله جدا 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 تحسب لهم، يعني للاجيال اللي جايه يمكن كل الدنيا عارفه الظروف اللي بيمر بيها نادي بنسبة. الحمد لله رب العالمين، طبعا قدر الله ما شاء فعل،
أدينا احنا مع نادي المنيا مباراة طيبة الحمد لله، ما حلفناش التوفيق طبعا في كرات كتيرة، سيطرنا لحد آخر الوقت، لكن طبعا ده حال الكورة الحمد لله رب العالمين، ومبروك لنادي جنا وهارد لك لنادي. طبعا ثلاثة بوند مهمين جدا، ثلاثة بوند بيرفعوك شوية ناحية منطقة الأمان، لأن طبعا الصراع محتدم جدا جدا داخل أندية القاع أو في المربع اللي داخل القاع، فكانوا ثلاثة بوند مهمين، كانوا لعيبة نادي جنا على قدر المسؤولية، كانوا لعيبة رجالة بصراحة.